متفائله انه غيكون خير في الفن اللي امتهنتي. لحقاش تعرضات عليا واش فهمتي؟ نعم. ولقيت راسي هذا الميدال فيه. لقيتي راسك انك انت لقيتي نفسك في الرقص. انا الرقص راه ماشي الحق درتو خوتي المغاربه باش نخرج عندهم باش يشطحوا عندي. انا الرقص اصلا قلت لك كان عندي هوايه ملي كنت مع راجلي قلتها لك، يعني انا كان عندي هوايه انا تنكون معصبه خصني ندير الموسيقى ونشطح سالينا شي نكون تنقضي الشغل موسيقى خدام هذيك فينا كاملين حنايا صافي انا هكاك دمي ماشيه فيها وانا عباد الله ما يمكن الدار خصها تشقى تطلق الموسيقى عاد تشقى ما تباتيش هنا هانتي احنا ختمنا لك واش بغيتي ملي تنقولوا الرقص شنو الرقص اللي تعلمتي فاش ها هو الشعبي دابا داكشي ثقيل هو دابا يعيطوا لينا مش الرقص اللي تعلمتي اللي تعلمت في الدار بوحدي تعلمتي في الدار بوحدك هو الشعبي انت شايفه انك هكا غتحداي بيست وداك الاضواء كما تنقولوا داك الشيء مجهد اذا التحدي مفتوح لشاكيرا مفتوح التراكس التراكس ضروري هذيك الشعبي ضروري ممكن ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.